Tu es escapé une année. اللي متورطين بصفة مباشرة واللي هما كانوا سبب في تخطيط لعملية سوسة وباردو هما حسب تقريب حسب الأبحاث الأولية هما خارج تراب تونسي موجودين في ليبيا وهذوكم هما الناس اللي كان من المفروض يطبق عليهم حكم الإعدام الناس اللي موقوفين واللي خذوا حكم بالسجن المؤبد ناس كانت عندهم علاقة بالشخصيات المخطة ما يمكنش إنهم يأخذوا حكم الإعدام بصراحة خاطر ما عندهمش حتى علم اللي المعلومات اللي كانوا يعطيو فيها للناس هذيا مباشرة كانت باش تتسبب في عملية باردو ولا في سوسة. يحبوا يعملوا البوز ذاك المقال مش حكاية إعدام ما عندهم ضغوطات من العالم النيابة دونك في ملف. النيابة العمومية عندها دورها بالطبيعة إذا كانت تشوف اللي القرارات هذيا ماهيش صايبة والأحكام هذي مش صايبة من حقها أنها تستينف. هذيا جريان العمل معناها في القضاء التونسي. أما الحقيقة أنا مش نقول إنه قضاءنا كان قضاء نزيه ويعطيه الصحة رغم الضغوطات اللي من كامل دول العالم اللي عليها أعطاه كل إنسان حقه إن شاء الله هذا نتمنوه في القضاء التونسي على طول إن شاء الله تقوم بعملها وهناك أيضا Thank you.